الآن تفقد وزير التعليم العالي دكتور خالد عبد الغفار أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي بجامعة عين شمس، وذلك برفقة دكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة. هذا واطمأن عبد الغفار على سير الامتحانات بالجامعة، موجها بضرورة تطبيق القواعد المنظمة لعملية الامتحانات كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أهمية تذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات. كما شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات. استعرضت وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد الموقف التنفيذي لجائزتي مصر للتميز الحكومي وتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات، ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات المنعقد بمقر كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان برئاسة دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. وأوضحت السعيد أن الجائزتان تهدفان بشكل أساسي إلى المساهمة في إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق طفرة حقيقية في مستوى تقديم الخدمات الحكومية في مصر، وكذلك لتمكين الشباب من المشاركة في تطوير العمل الحكومي وخاصة طلبة الجامعات. قام وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار بزيارة مفاجئة لمدينة العالمين الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة بالمدينة. وخلال الزيارة شدد الجزار على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ مع الالتزام بأعلى جودة في التنفيذ والتشطيب، مؤكدا ضرورة الاهتمام بمنظومة الأمن والسلامة بالمدينة وضرورة عقد اجتماعات دورية للعاملين والمسؤولين عن هذه المنظومة لرفع كفاءتهم والتنسيق مع الجهات المعنية بالدفاع المدني وتوفير مجموعة إطفاء متكاملة خاصة بمدينة العالمين الجديدة. أكد سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم بالاتحاد الأفريقي السفير أسامة عبد الخالق أكد أن عام رئاسة المصرية للاتحاد يشهد نقلة نوعية في التكامل القاري. وأشار عبد الخالق خلال مشاركته في فعالية رفيعة المستوى أقامها الاتحاد الأفريقي بمناسبة يوم أفريقيا والذي يوافق 25 من مايو، أشار إلى أن الرئاسة المصرية تمثل مسؤولية هامة تسعى مصر لأدائها بكل جدية، مؤكدا أن القاهرة تفخر بأن عام الرئاسة المصرية يشهد سلسلة من العلامات المضيئة على صعيد التكامل الإقليمي وتنفيذ رؤية 2063. أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بالمبادرة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 التابع للأمم المتحدة. وأشارت الهيئة في بيان لها أن إشراك المرأة على كل مستويات صنع القرار هو حجر الأساس الذي تقوم عليه رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة، وأنه سيتم وضع خطة العمل الوطنية المترقبة بشأن قرار مجلس الأمن بعنوان المرأة والأمن والسلام بناء على فرضية مشاركة المرأة في الوقاية والحماية. وصلت البورصة المصرية تعافيها لدى إغلاق التعاملات بدعم مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 6,700,000,000 جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 1.49%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31%، وشملت الارتفاعات المؤشر المئوي الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنسبة 0.5%. عربيا، تعهد قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالعفو عن المسلحين الذين يقاتلون في صفوف الميليشيات المسلحة المتشددة في طرابلس في حال سلموا أسلحتهم. وأوضح حفتر أن من يقبلون رفع الراية البيضاء وتسليم سلاحهم والعودة إلى منازلهم سالمين لن يطاردهم الجيش وسيتمتعون بالعفو، مؤكدا أن الحل يتمثل في بسط السلم والأمن في طرابلس وإزالة العبء الذي تشكله الميليشيات، وفي حال سلمت هذه الميليشيات أسلحتها لن تكون هناك حتى حاجة لوقف إطلاق النار. استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدة كفر نابودة في ريف حماة الشمالية الغربي، وذلك بعد معارك مع العناصر الإرهابية المسلحة. وأوضح الجيش أن القوات السورية تصدت لهجمات شنها المسلحون على مناطق في ريف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، حيث أن العمليات العسكرية أسفرت
عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة لهم. أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم دعم بلاده لجارتها إيران، لافتا إلى أن بغداد ستلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور العراق حاليا، أكد أن الحصار الاقتصادي لإيران ليس مفيدا. ومن جانبه أوضح ظريف أن إيران لم تنتهك الاتفاق النووي، مشددا على أن التصرفات الأمريكية تناقض قرار مجلس الأمن بشأن استخدام القوة، وذلك في إشارة إلى إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الخليج العربي. دوليا، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إفاد مندوبين إلى العاصمة النرويجية أوزلو للقاء ممثلي الرئيس نيكولاس مادورو لبحث الأزمة السياسية في فنزويلا. وأوضح غوايدو أن ممثليه سيجتمعون مع ممثلي كل من الحكومة النرويجية ورئيس مادورو. ومن جانبها أكدت وزارة خارجية النرويجية أن ممثلين عن معسكري مادورو وغوايدو قررا العودة إلى أوزلو الأسبوع المقبل، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم البحث عن حل تفاوضي بين الطرفين في فنزويلا. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من سفينة شحن في ميناء لونغيان بمدينة وهاي في مقاطعة شاندوغ شرقي الصين إلى 10 قتلى. ومن جانبها أوضحت سلطات المقاطعة في بيان لها أن 19 شخصا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى جراء إصابتهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن ثاني أكسيد الكربون تسرب من نظام الحريق بسبب التشغيل غير السليم من أفراد الطاقم، فيما احتجزت الشرطة المسؤولين عن الحادث. ورياضيا، يستضيف الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في 10 مساء على استاد برج العرب، وذلك في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. هذا ويسعى المارد الأبيض للفوز على نهضة بركان للتتويج بلقب الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه للعودة لمنصات التتويج الأفريقي، خاصة أنه لم يتوج بأي لقب إفريقي منذ أن فاز الفريق الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي عام 2003 على حساب الوداد البيضوي المغربي 3 أهداف لهدف.